السلام عليكم. ما كان لقادة وأفراد الجيش الوطني أن يلتقوا قبل هذا اليوم في هذا المكان، فقد كان واحدا من أكثر المناطق خطورة في مديرية عسيلان بشبوة، وكانت مدافع وقناصات ميليشيا الحوثي توقف كل حركة تدور فيه. ووفقا لتصريحات قيادة الجيش الوطني فقد تم تطهير معظمه، هذه المساحات وما تبقى لا يمثل خطورة استراتيجية. تم بحمد الله السيطرة على مرتفعات الصفراء، ولم تتبقى إلا جيوب يعني داخل المنطقة نفسها. وكانت خطة جديدة لتحرير مناطق جديدة في محافظة شبوة قد أعلنت قبل أسبوع وحققت تقدما في خطوط سير كانت الميليشيا تتخذها لتهريب مشتقات نفطية لصالح مقاتليها في جبهات عدة. كما تهدف الخطة إلى قطع إمدادات الحوثيين القادمة من البيضاء، وتحديدا بسط السيطرة على منطقة النقوب التي حافظت الميليشيا عليها لفترات طويلة باعتبارها ممرا للمقاتلين ومهربا لهم أوقات الشدة، وهي كثيرة هذه الأيام بعد أن عزز الجيش الوطني من قواته هناك ودعم جبهاته بمعدات حديثة وبمقاتلين. ينتظر منهم حسم جبهة ظلت مفتوحة لما يزيد عن عام، وظل معها واحد من أهم قطاعات البلاد متوقفاً.